نقد من الإيمان يزداد بالإحسان. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لسنا مكلفين بإنجازات علمية أو عملية لم يمنحنا الله الاستعداد الفطري لحملها، نحن مطالبون بإنجاز يوازي قدراتنا. في من نزلت هذه الآية؟ وفي أي سورة وردت؟ ترسل الإجابة على واتس رقم 0566332151.